تفضلوا. شكرا. اهلا اهلا يا اختي على الموز اللي داخل عليا. ايه الحاجات اللي تفوج بتعكس بابي يا كوكي؟ تعالي. اهلا. اهدى اهدى. لا لا هنا هنا خليك انت هنا عشان اشوف. ماشي اهدى. تعالي يا كوكي اختي على الحلاوه. يا جتول يا جتول. ايه ده؟ ايه يا كنزي ده؟ ده بابا؟ اه. ولا اخوكي؟ لا بابا. ده بابا حلو قوي. لا لا ميرسي يا كوكي. ميرسي. هو انا لو عكست بابا هتغيري عليه؟ اه؟ ليه؟ ما هو باباكي خلاص. هو يعني في حاجة هتتغير؟ يعني انا لو خطفته من ماما هتتضايقي؟ اه. ليه هتتضايقي؟ ما ماما خلاص خدت نصيبها من الدنيا. تديني انا بقى فرصة. استاذ احمد؟ ايوه. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كويس والله منورنا. ربنا يخليكي. هو الحلاوه دي طالعه لك؟ اكيد مش طالعه لمامتها صح؟ لا طالعه لمامتها طبعا. ايه ده؟ مش بيقولوا المخده ما تشيلش اتنين حلوين؟ مش دايما. لا دايما. لا صدق يعني يقول لك ايه؟ لازم يبقى موجب مع سالب. يعني وحش مع حلوه. ما هو احنا الموجب بتاعنا مع السالب مختلف شويه. طويل مع قصير. طويل مع قصير. ايوه بالظبط. رفيع مع تخين. بالظبط اهو ده كنت راستي بقى. هو ده. كنزي تفتكري انا وبابا لو ارتبطنا واتجوزنا هنبقى لايقين على بعض؟ شويه صح؟ ايوه. يعني تحب ان يبقى عندك اخت مني؟ مش هنسميها ايه؟ مشمشة. مشمشة. مشمشة بنت طنط شوشو. عارف بنتك ليه بتحبني كده يا استاذ احمد؟ ليه بقى؟ لانه انا النهارده دلعتها دلع، لعبتها لعب، كل حاجه حلوه في الدنيا عملتها لها. انت حضرتك كنت قاعد وشايف طبعا. اه طبعا. طيب انا دلوقتي هطلب منك يا كوكي انك تحطي السماعات علشان انا وبابا هنتكلم شويه كلام بتاع كبار. اوكي. هنتفق بقى على ميعاد الفرح، حجز القاعه، الديزرت، الحاجات البسيطه دي. الخطوبه الحاجات السهله. الخطوبه بقى. اه لا انا بحب الجواز على طول. خطوبه ده للاطفال انما احنا. ايوه. يلا البسي السماعه. كده حلوه. سامعاني يا كنسي؟ خلاص كنسي راحت مني. هسأل بقى حضرتك شوية أسئلة عن كنزي. عايزة أعرف أول حاجة أكلتها المفضلة إيه؟ هابي ميل. كنزي؟ نعم. أنتي سامعاني؟ سامعاني من بدري ولا لسه دلوقتي؟ لسه دلوقتي. طب يلا شيلي بقى السماعات. بصي هسألك بقى أسئلة أنا سألتها لبابي، أوكي؟ وعايزاكي تجاوبي ويا رب إجاباتكم تطلع زي بعض. يلا السؤال الأول، إيه أكتر أكلة بتحبيها؟ هابي ميل. هابي ميل عليك يا جميل وإجابتك زي بابا. أغنيتك المفضلة إيه يا كنزي؟ يا كنزي وكل مالية. يا كنزي وكل مالية حياة قلبي يا خلاصي. مش أنت يا بابا تقولي هابي نيو يير؟ إحنا داخلين إيه؟ مع السنة الجديدة. قولي لي يا حبيبتي اكتر لون بتحبيه؟ بينك. بينك. يا لهوي يا لهوي على اللي قال لي احمر. يا خراشي بينك مش احمر. اعمل ايه دلوقتي يا كنزي في بوبي؟ يعني كل اجاباته غلط. مش عايزه اسال اكتر من كده عشان انا اجاباتي صح وحافظه. انا عارفه بحب. يا حبيبتي انا عارفه ان كل اجاباتك صح. انا دلوقتي مفيش قدامي حل غير يا كنزي ان انا هحاول اغير لك بابي علشان يرجع بابي اللي بيعرفك وفهمك وكل حاجه. ماشي. اتفضل بقى يا استاذ احمد. اتفضل. ايوه هنا اتفضل. أيوة. افتح حضرتك الباب. اختي عليه وعلى خطوته. اوكي. ده اطول من الجهاز ما شاء الله ما شاء الله يا حبيبي. يا رب بس ما يقصرش جوه. انا عارفه الحاجات كلها بتدخل جوه تقصر. قومي بقى يا كنزي كده. بصي تدوسي على الزر اللي هو الاحمر اخضر. لو ايه؟ اول واحد ده اهو. ايوه ده اول واحد ده. اه دوسي عليه. لا انت دوستي على ده. انا قصدي تدوسي على اول واحد من فوق.
اقعدي اقعدي ده كده انت ده اقعدي وبصي قدامك، انت كده ممكن تكوني غيرتي خالص، ربنا يستر ان شاء الله يا رب. طب هنعمل ايه دلوقتي لو اتغير خالص؟ هتزعلي؟ ربنا يستر. يلا اطلع يا استاذ احمد كده. ايه ده؟ كنزة حبيبتي. اطلع يا استاذ احمد واقفل الباب. مش هو اسود. انا بابا. لا انا بابا. لا شفتي انا قلت لك انا شكلي اتغير. دوستي غيرتي يا كنز. ولا مش الكاب. مش لابس اي يلا معلش يا كنزي بقى انت دوستي غلط وغيرتيه. خلاص روحي معاه لحد ما روحي لحد ما اشوف لك حل مع باباك. باي باي. معلش بقى يا كنزي. باي باي زي شيماء. باي اتعاملي معاه بقى ان شاء الله هتتفاهموا وتحبوا بعض، بس ده هتلاقيه عارف عنك كل الحاجات اكتر من باباكي صدقيني. ايه بتقولي ده؟ يلا مش عارفه. باي باي. اللي فوقك ده جردل فيه ميه بتلج، عايزاك تجاوب معايا كل الاجابات بسرعه وبدون تردد ومن غير تفكير وما تقولش خالص كلمه معرفش، اوكي؟ علشان انت لو جاوبت غلط الجردل هينزل وممكن يتدلق علينا، لكن لو جاوبت صح الجردل هيطلع لفوق، انت فاهمني يا ياسين؟ يلا نبتدي؟ طب يلا اسمك ايه؟ ياسين. عندك كام سنه؟ فايف. اسم اخوك؟ ياسين. حساسين؟ عنده كم سنة؟ five. باباك اسمه ايه؟ بابي. عنده كم سنة؟ four. عنده four؟ اه. بتحب مامتك؟ اه. مامتك اكتر ولا باباك؟ مامتي. مامتك اسمها ايه؟ مامي. عندها كم سنة؟ five. طيب قولي بتلعب كرة؟ اه. بتلعب باسكت؟ اه. بتلعب طايرة؟ اه. بتلعب فنخرك؟ اه. بتلعب مع اصحابك؟ لا. مين بيديك مصروف؟ ميس. الميز بتديك مصروف بتصرف عليك؟ بتديك فلوس قد ايه؟ قول بسرعه الكارت ال 300. 300 جنيه عليا بالميز ب 300 جنيه، مين بياخد منك المصروف؟ مام. مامتك بتاخد الفلوس اللي الميز بتديها لك، اللي هو بتديك كام؟ انت متجوز؟ عندك عيال؟ عيال قد ايه؟ اتنين. اسمهم ايه؟ جودي وليلي. جودي وليلي. بتحبي مين فيهم اكتر؟ ها الكارت ال جودي. جودي. جودي بتضرب اختها ليه؟ لا. انت بتضرب جودي؟ لا. طب بتضرب اللي؟ لا. طب الحمد لله. اطلع يا غردة الحمد لله جاوب كله صح. ايه اخيرا؟ كانت مرحلة صعبة قوي مش كده؟ كنت بقول لك بسرعة. يا حبيبي. طيب دلوقتي هنعمل مع بعض السباق اللي بعد كده. يلا مستعد؟ هغميك وهجيب لك بوكس تحاول تعرف ايه اللي موجود جوه الصندوق. حاول تعرف ايه اللي جوه الصندوق. ها يلا عشان الجردل بينزل. ها ايه اللي جوه؟ كلب. لا مش كلب مش كلب. ها يلا الجردل بينزل حاول تعرف خمن. حرك ايدك شمال ويمين كده. يلا حاول تعرف. حاول ايه؟ قطه. خلي بالك. لا مش قطه. قول. لا ثانيه واحده يا جردل هو بيجاوب بيجاوب. اطلع يا جردل. اهو اطلع. الحمد لله. اطلع يا جردل بقى ثانيه. يلا حاول تجاوب بقى. يلا حاول تجاوب عشان ما ينزلش تاني. يلا حاجه بتتاكل واول حرف من اسمها فيه فقر. انت بتاكل الفقر؟ لا لا حاجه تانية. فيه ها دجاجه. ياسين. ايه دجاجه؟ برافو يا ياسين برافو. الاجابه صحيحه وهي فعلا دجاجه. شفتها؟ لا مش هي. طلعيها كده. طلعيها اهي اهي اهي. ايه رايك؟ هو فين العصافير بتاعتها المولوده؟ هي لا هي مش بتولد عصافير دي بتولد ديوك. ديك كبير كده. حاول تعرف ايه اللي جوه؟ اللي جوه ايه؟ ها اللي جوه ايه؟ ارنب. برافو عليك يا ياسين. انت بتعرف ازاي؟ انت شاطر قوي. عشان بشوفك. لا مش بشوفك طبعا. بتشوفني ازاي؟ مش بشوفك طبعا. انا بشوف الاسود بس. لا انت شفتني. لا والله شفتني. لا والله ما ياسين. لا استنى عليا. طب نشوف ده. نشوف ده اهو. هنشوف ارنب. ارنب يو شفت؟ ارنب. هنشوف واحد تاني. اما اشوف بقى اللي جاي ده لو عرفته وانت بصيت ازعل منك.
يلا دخل ايدك بسرعه عشان الجردل، الوقت بدا ينفذ مننا. حاول تعرف ايه اللي جوه. ها واحد سلحفه. برافو معانا ياسين، اشطر طفل بجد، انت فظيع. ها سلحفه، ايه رايك؟ ايه بوري ما شفتها. اهي اهي حلوه. حلوه؟ اه. هي واحده؟ لا اتنين. اتنين؟ اه. حلوين؟ اه. ماشي هجوزك واحده منهم. ماشي؟ اوكي. موافق؟ اه. تاخد انهي واحده؟ سعاد ولا تقى؟ ايه سعاد. احلى من تقى صح؟ اه. ايه احلى حاجه فيها؟ خلي بالك عشان الجردل بينزل. ايه احلى حاجه في سعاد؟ ايه احلى حاجه في سعاد؟ ايه سعاد احلى. احلى في ايه؟ احلى السحلف. ايه احلى حاجه فيها السحلف؟ ان هي احلى حاجه فيها ايه؟ بتضحك. بتضحك ازاي؟ وايه تاني بتضحك ازاي تاني؟ وايه كمان؟ لا بتضحك كده. اطلع يا جردل، اطلع يا جردل، اطلع يا جردل، هو بيجرد. اطلع يا جردل. بتضحك ازاي؟ قول بتضحك ازاي؟ هي بتمشي بسرعة؟ اه بسرعة. صح؟ سرعات سريعة؟ اه. سريعة قوي؟ اه. طب خلاص اوكي. تعرف الجهاز اللي انت قاعد عليه ده ايه؟ طيب انا هقول لك، ده جهاز كشف الكذب اللي هيبين لي انت بتكذب ولا بتقول الحقيقه، لانه متوصل زي ما انت شايف باعضاء مخك الداخليه المتسرسبه الى باقي جسمك. جاهز عشان نبدا؟ جاهز. اسمك ايه؟ آدم محمد محمود السويدي. برافو يا آدم، الجهاز نور أخضر. عندك كم سنة؟ 7. قولي يا آدم، حاسس إنك مرتاح ولا حاسس إنك قلقان؟ مرتاح. مرتاح؟ قلقان. مش عايزك تبقى قلقان عشان أنا حبيتك، بس لو قلت الحقيقة هتساعدني ان انا اكسبك عشان انا حبيتك، عشان انت شبه توتي ابن اختي. شبه مين؟ توتي ابن اختي. انا بحب توتي جدا، انت بتحب توتي؟ تحب المدرسة؟ ايوه. برافو. طب قولي، بتحب زمايلك في الفصل كلهم؟ لا. مين اكتر واحد ما بتحبهوش؟ ياسين. ليه مش بتحب ياسين؟ عشان بيقعد يطلبني، ما بيخافش علي. ما بيخافش عليه؟ بيضربك ازاي طيب؟ بيطلبني في البريك ويوقعني. في البريك ويوقع؟ انا هجيب ياسين ده هنا وهوريله، انا هاخد لك حقك. طب قولي، مين البنت اللي انت معجب فيها في المدرسة؟ نورسين. مين؟ نورسين. نورسين؟ بتحب نورسين ليه بقى؟ بتخاف علي وبتحبني. انت بتحب الناس اللي بتخاف عليك مش كده؟ حساس انت قوي. انت قلت لها انك بتحبها؟ اه. قلت لها ازاي؟ امتى قلت لها؟ يوم الحد. يوم الحد قلت لها ايه بقى بالظبط؟ قلت لها انت بتخاف عليا وبتحبني. قلت لي ايوه يا حبيبي. طب قولي، ايه الاغنيه اللي لما بتسمعها بتفتكر نورسين؟ اغنيه حبيبتي انت. حبيبتي انت بتاعت كاظم. الله، طب ممكن تغنيها؟ ماشي غنيها.
حبيبتي أنتي 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 حبيبتي أنتي. الله. تعرف بقيتها ولا لأ؟ لا لا أنا عارفة الحتة دي بس. بس لما بيقول يا رب قلبي لم يعد كافيا لأن من أحبها تعادل الدنيا فضعف قلبي واحدا مثله يكون فيه حلاوة الدنيا. تفهم اللي أنا قلته ده ولا لأ؟ لا فهمت. يعني إيه؟ يعني اللي أنت تحبه وتخاف عليه. إزاي؟ يعني أنت ما تطلبهاش وتخاف عليه. برافو علي. تعرف أن ضحكتك حلوة؟ آخر سؤال هسأله لك عشان أنت فاضل لك نقطة على الفوز الكبير. أنت بتحبني؟ ايوه. هخليك تلمس حاجات. بص قدامك ما تبصش عليا. خليك باصص قدامك وحاول تعرف ايه هي الحاجات دي. ماشي؟ يلا. دي ايه؟ زحليفة. لا مش زحليفة. ها؟ زحليفة. لا اللي تلمسها حلو ما تدخلش ايدك تاني. ها؟ نمدي. امسك. قشة. ايه؟ حاول حاول. ليفة. برافو ليفة. شفت بقى كل الحاجات سهلة كده اللي جاية دي. بص قدامك. ماشي. يلا. دي مشت. لا مش مشت. اسمه تمساح. تمساح؟ لا مش عارف. لا استني استني. طب خلاص هديك اللي بقى. ايه؟ ده كلب. لا مش كلب. ما تدخلش ايه؟ ايه؟ اسمه ايه ده؟ ايه؟ زحليفة. لا. كلب. لا. قطة. لا. انت قلت جنينة الحيوانات كلها. ايه؟ حاول تعرف. مش عارف؟ لا خلاص عرفت. ايه؟ خليه يلمسني. إيه؟ طب تاني. كلب كلب. لا مش كلب. كلب. طب خلاص طلع ايدك كده ثانية واحدة. يلا دخلوه له واحدة واحدة كده من الباب. دخلوه له واحدة واحدة. ها بص كده. ياسين بص لي انا. فتح عينك. قرد. فتح عينك. يلا. ايه ده؟ وايه ده؟ ايه انت شايفه ايه؟ قرد. بيتزا. ده بيتزا. ايه ده؟ ده بيتزا. يما ايه؟ يما ايه؟ ده هو اللي هيقول لك يما. عامل ايه يا قمر؟ بيتزا. اقول لك عامل ايه تقول لي بيتزا؟ اخبارك ايه يا عمر؟ انا بحب الهمبرجر. بتحب الهمبرجر؟ سيب يا ابني سيب يا ابني هخبطك بيها يا ابني ركز معايا. عامل ايه؟ الحمد لله. الايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويس. بصي بقى الاوضه اللي احنا فيها دي اسمها ممنوع الضحك. مش عايزاك تضحك خالص. تعرف تكشر؟ بص دلوقتي هنبتدي مع بعض. اول حاجه بتعرف تنفخ البلالين؟ طيب بص انت خد البالونه دي انفخها وانا هاخد البالونه دي انفخها. اللي هينفخ البالونه بتاعته اسرع وتفرقع هو ده اللي كسبان، واللي هيخسر هيترش، واللي هيكسب هو اللي هيرش التاني. انا عايزك اكتر اذا ما كنت بتعمل عوله غلط عليك. ده انا اللي هرش عليك لو خسرت. خد خد دي خلاص هي طارت. خد دي مكان. خلي بالك بقى. ارفعها لفوق كده عشان تتنفخ منك بسرعة. جامد. كده يبقى انت اللي ايه؟ انت اللي ايه؟ جدوان. انت كده اللي خسران. خد بقى البس دي وانا هرشك. 1 2 ما تخافش ما تخافش. 3 خلاص خلاص. يلا اقلع النضار. ايه تعال تعال ما لبسك. انا هقشر
وانت تحاول تضحك. انت ضحكتني وانا خسرت. يلا انت اللي هترشيني بقى. عايز انهي واحده؟ الحمله. اي استنى ما تخافش، انت اللي هترشيني مش انا اللي هرش. خد استنى اما اقول لك ابتدي، ما تبتديش غير لما اقول. ماشي يلا ابتدي. كفاية وعدلتك. لا تكرر. اي 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 خلاص. انت عملت فيا ايه؟ ايه ده اللي انت عملته فيا ده؟ احنا هنا دلوقتي في اوضه العلوم، عايزين نعرف مدى مستوى ذكائك. انت حاسه نفسك ذكيه ولا غبيه؟ ذكيه. حاسه نفسك ايه؟ ذكيه. ذكيه بكل ثقه مش كده؟ طيب قولي ورايا وبسرعه. ارنبنا في منور انور. ارنبنا في منور انور. لا بسرعه. ارنبنا في منور انور. كلمه دي بتقوليها دي حاجه صعبه يعني مش هينفع اقولها بسرعه. طب قولي المشمش ده مش مشمش. مشمش ده مش مشمش. ايوه اهو دي سهله. ده مش مشمش. بسرعه بسرعه. مشمش ده مش مشمش. بسرعه. بصي بقى دلوقتي هتقولي الجمله دي وانت بسم الله عليك وعلى شلقه صدرك يا ابو عصا. بصي هتحاولي تعدي الخريطه دي اللي قدامك كده كده من غير ما تخلي اللمبه تنور. اوكي بص انا دلوقتي حطيت دول فانا بقيت متوصله بالجهاز ده وبالكهرباء، عايزاك تعديه من غير ما تكهربيني. يلا وانت بتقولي مش مش ده مش مش مش. يلا طب اللي كهربت عامل ايه؟ لا مش هتتكهرب. يلا حاول. يلا قولي. يلا قولي بقى المش مش ده مش مش مشنا. قولي مش 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 مش. برافو اهو. ايوه انت كده ما بتكهربنيش. قولي بقى المشمش ده مش مشمشنا. برافو عليكي. برافو 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 عليكي. قولي المشمش ده مش مش. صوتك كهربك. صوتك كهربك. حاولي تاني وما تكهربنيش. معلش. قولي لا 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 لا. قولي بقى معلش. ماشي قول. يلا يلا مش مش يلا. لا انا جبت الحته دي هكهرب الكلاب. بلاش حاولي حاولي بلاش الحته. لا 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 بلاش. اي بلاش. اي بلاش. لا مش بلاش. حاولي. لا بلاش. اي 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 انزلي مره واحده. انزلي مره واحده. انزلي. الحمد لله الحمد لله. بس كده سبتها. ايوه سيبيها بقى سيبيها. خلي ايدك بقى من هنا. حطي ايدك حاولي تعرفي ايه اللي جوه. ها فتحي عينك عادي خلاص. ايه ده؟ ايه ده كتكوت؟ لا ما هي المسلسل ده. لا مش كتكوت. فتحي عينك. فتحي عينك عادي. لا ما بصيش. فتحي عينك بس بس دخلي ايدك. يلا دخلي ايدك يلا عشان الجردل هينزل. يلا لازم تعرفي بسرعه ده ايه. ها الجردل هينزل. حاولي تعرفي. الجردل بينزل. اطلعي يا جردل. اطلعي يا جردل. ما تلمسوش ما تلمسوش ما تلمسوش. حاولي يلا دخلي ايدك بسرعه. حاضر. شفتي بقى ما بتدخليش ايدك ازاي الجردل بينزل. يلا امسكيه اعرفي ده ايه. قولي ده ايه. قولي. ايوه امسكيه 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 جامد. ايوه ايوه برافو. انت بتشير مني. بتشير منك. لا حاولي تاني. حاولي حاولي حاولي. امسكه من ناحيه. ماشي ماشي. ها ايه بقى؟ ايه ده؟ ها ايوه اعكشي يا عم. هعكش. هعكش. قولي له هعكشك. قولي له هعكشك. قولي له مش هتهرب مني وهعكشك ما تبصيش. قولي له. قولي له مش هتهرب منك وهعكشك. مسكته. ايه؟ مسكته. عكشتيه؟ اه. عكشتيه؟ اه. ايه هو؟ مني. هيهرب. طب قولي لي ايه هو؟ ايه؟ كان هيعضني. لا ما عضكيش. هو ما بيعضش ما تبصيش. ايوه هو من هنا. ايوه ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ ها؟ قرد؟ لا. ايه؟ ها؟ ها؟ عنب؟
برافو ارنب. عكشت الارنب؟ عكشت. برافو عليك. اهو شفتي بقى؟ صح.